حياتي
سنين جاية لقدام، والفرح كل الناس فرحت وبغني لك أحلى كلام. أجمل لحظة في عمرك هلي أحلى سنين جاية لقدام، والفرح كل الناس فرحت وبغني لك أحلى كلام. يا دي الهنا اللي بيوعدنا وبيسعدنا عم ورانا عقبال الميت سنة، يا حياتي بالهنا عقبال الميت سنة، يا حياتي بالهنا. ونغني كلنا ونقول مع بعضنا، ونغني كلنا ونقول مع بعضنا. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, to you, to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, to you, to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, to you, to you, happy birthday to you.
اليوم بهيدا جونا بإدارة أحلى جوليانو شحادي. أهلا وسهلا فيكم جميعا والأستاذ شارلي نجم صاحب هيدا جونا. بسنة رحب بضيوفنا اللي موجودين معنا اليوم من راديو المشاهير اللبناني العلامة علاء الجوهري. مسيو شارلس علي تحية لك ولأحلى هيدا جونا وعطول هيدا جونا. الورد بيتغنى بألوانه والعصفور بيغرد ألحانه. لما تطلي عالشاشات بتحلى كل العبارات أحلى ممثلة لبنانية عبال المية صورة كده. صادق في وعدك
تروح الله يسهل بتضل بأهلي محلي لكن لازم أرجع أعيش شو بيشبه I'm gonna make it.
الجميلة سهام الصافي نورتينا اليوم بهذا جونا. ميرسي على نورتينا جو رائع جدا. ثانك يو. شو بتحبي تقولي لها للممثلة سهى كركان وهيك؟ بحب اقول لها مثل ما اجى الليلة جمهور سهى كركان يعيدوها، أنا كمان بهنيها باسم كل لبنان لأنه وجه إعلامي معروف وجدير ومن الفنانات اللي منعتز فيهم ببلدنا، وبقلها ينعاد عليك وعقبال 100 سنة ودايما بتألق النجاح ومن دور لدور ألمع وأكبر إن شاء الله. ميرسي لك على I'm
حلو بجمالك وبأناقتك وطلفتينا جدا. شو بتحب تقولي لك كلمة لسهاب؟ أنا بدي أقول لها، أنا بعرفها من زمان وهي صغيرة لسهاب، بدي أقول لها أكيد نحن فخورين فيها إنه عم ترفع اسم لبنان، وفخورين بكل ممثل لبناني. بقول لها بحبك كتير وجود لك، وإن شاء الله دايما بالتألق ودايما يكون، لأنه اليوم كان في لقاء كتير حلو وشامل لفنانين موجودين. بقول لهم كلكم جود لك، لأنه كل واحد عم بيعمل شيء حلو للبنان.
لبنان هيدا نحن بنرفع راسنا فيه. هابي بيرثدي لالا وجود لك لرجل مشاهير حبيبه قلبي. باي باي. احلى سعد أنماري سلامي، نورتينا الفنانة الجميلة والموصلة الرائعة جدا بالتألق والجمال والرائع جدا. نورتينا اليوم بعيد سهى، شو بتحب تقولي لها لسهى بعيد جونا مطعم بعيد جونا ميروبا؟ تحية لك العالم على جونا. أنا دغري خلصت الأمسية الشعرية اللي كان اليوم عم بيوم بدي كتابه ديوانه بالأحرى أستاذة بالجامعة ناجي معلوف، كنت عم بقدم الحفل مع زميلتي جريتا عون، وخلصت دغري وجيت كرمال شركة فرحتها لسهى لأنه زميلة ولا مرة أزيتني ومؤمنة، واشتغلنا عدة أعمال سوا وهي مميزة بتمثيلها وبأدائها وأدوار يلي بتخدها ليل يلي بيخدوها، وبحب قلها عقبال المية وإن شاء الله من نجاح لنجاح أكبر. أماري سلامة نورتينا اليوم وتحياتي لك من القلب من راديو مشاهير. مرسي، تحياتي لألكم دايما بتتابعونا وإن شاء الله أنتو كمان من نجاح لنجاح. من ميروبا من مطعم هيدا جونا التقينا بالجنرال الرائع جدا عميد الطول سهى كيكانو، نورتنا اليوم بعيد سهى. اشتقنا لك جنرال اول شيء، يعني اول شيء يسعد مساك علاء، وانا كتير مسرور انه التقيت فيكم وخاصة بهالمناسبة الرائعة اللي هي عيد فنانة مميزة اسمها سهى كيكانو. سهى من الفنانات يلي انا برأيي بعد ما اخذت حقها بعالم الفن. سهى هي أكيدة بلس لعالم الفن عنا بلبنان، الفن الرائي، الفن الحلو، الفن يلي كلنا من نشتغل لأنه يكون بهالبلد، لأنه البلد يلي ما فيه فن وما فيه فنانين أنا برأيي أنه ما بيكون عنده مستقبل. شو بتتمنى لها بعيد ميلادها؟ بتمنى لها سنين طويلة، وبتمنى لها الأدوار الجاية تكون على قد طموحاتها وعلى مد ما هي بتستاهل. نعم، نورتنا جنرال ميشيل نحاس عطول رفع راس لبنان وأرسطو. الله يحميك وطول بعمرك. تسلم يا علاء، انت وانت كمان شيخ الشباب بعالم الفن كمان، وانت من الاشخاص يلي عم بيضووا على كل شيء حلو بهالبلد، ونحن بحاجه لكثير مثلك، وبعتقد كمان مثل الست سهى كيكانو ان شاء الله بينعاد عليها سنين عديده بالخير واللي بتتمناه يتحقق. جنرال نحاس نورتنا على راديو مشاهير لبنان، تحيه لك لك من تلفزيون وراديو مشاهير. مرسي حبيبي، شكرا. الكرام، عبر راديو المشاهير اللبناني حصريا من مطعم هيدا جونا ميروبا مع احلى كولونيل احمدية، منورنا على راديو المشاهير اللبناني. شو بتحب تقول لك كلمة لسهى نجم الاحمدية؟ لانك نجم ما شاء الله عليك. طول عمرك حبيب القلب. ميرسي. صاي انو قبل ما اشوفك مثلة عظيمة وأدوار كثير مركبة وكثير معقدة وبتأديها بأحلى أسلوب، أنا بشوفك إنسانة عظيمة، بشوفك إنسانة محبة خلوقة، بتحبي كل من حولك، بتعطي من قلبك وبتعطي من نفسك، بنضل بنذكرك كصديقة وكفنانة عظيمة وكأخت للعائلة، ونحن نفتخر بعلاقتنا فيكي وبصداقتنا. مش من أحمدي نورتنا، الله يحميك ويديمك للبنان عن جد. 1 2 3. وما بنسى الشخص اللي عرفنا على سهي كيكانو أستاذ ألان زغبي. نعم، هو اللي كان له فضل كبير، حبيب قلبي، هو اللي عرفنا على أستاذ سهى، وهو فنان قدير وكمان خي العالم العربي. خي مين عم بجيب سيرته؟ انت هون؟ مين عم بجيب سيرته؟ نعم، بنرحب مستمعينا بالممثل الرائع والمتعلق ألان زغبي. نورتك. انا سمعتكم عم تحكوا عني. طبعا عم نحكي عنك كخي. عم تحكوا علي. عم نحكي عنك كخي. ان شاء الله قبل ما نحكي عنك كفنان، ان شاء الله اللي بيحكي علي بصير مثلي. يا ريت هيدا تنقل اللي كان عليك. الممثل ألان زغبي اليوم منورنا بميروبا بحيدا جونا، كان جو رائع جدا. شو بتحب تقلها لزميلتك سهى كيكانو؟ سهى كيكانو هيدي زميلتي وحبيبة قلبي وصديقتي من زمان وزميلة فن وعشرة، بدي اقول لها كل عام وانت بخير وان شاء الله عقبال 7846 سنة، لانه هي بتستاهل تعيش هالقد.
حبيب القلب. اوكي بدي كمان انا اتوجه تحية كتير كبيرة لصديقي وحبيب قلبي وهذا خيي مش نعم. مش حدا غريب الكولونيل نجم احمدية. نعم انت حبيبي استاذ نجم. الله يخليك حبيب القلب وهذا خيي. انا انبسطت بهالسهرة, انبسطت فيك استاذ علاء حبيب القلب, انبسطت بوجود الاحباب والاستاذ والكولونيل نجم. نعم انبسطت بكل العالم اللي كانوا موجودين. نعم. وعلاء الله يخليك ويخلي مشاهدينك ويضلوا يسمعوك على طول وبرنامجك هيك يصير مشهور اكثر واكثر وتصير بالبي بي سي سي ان 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 شاء الله. حبيب قلبي نورتنا الممثل الرائع علان الزغبي, في شيء هيك بدك تصرح عنه جديد؟ ايه في بس بعدين غير بعد المقابله هيك في شيء؟ ايه طبعا في شيء جمعة الجاية بس يتاكد باكد لك عنه. لكن انتظرونا اعلانا من هون ببرنامج مع المشاهير بحلقه سكوب جمعة الجاية ان شاء الله مع المشاهير نهار الجمعة ان شاء الله. اوكي ميرسي على ميرسي كتير ميروبا وهيدا جونا الجو كان كتير رائع عن جد مطعم هيدا جونا كتير حلو. نعم وأنا قبل ما تسألني لحالك أنا حبيت أنه عيد ميلادي يكون شعبي ووطني. نحن كل حياتنا 365 يوم الوسط الفني والممثلين والتصوير والكاميرا والإضاءة والمواقع التصوير كلها بلبنان. حبيت أنه عيد ميلادي يكون مختلف مع رجال دولة, رجال دولة أمن عام, رجال دولة جيش لبنان, لأني أنا وطني وبحب وطني لبنان كتير. وكان كتير عيد شعبي. كنا عن سكوب خاص نشرناها فيسبوك ونشرناها سكوب الخاص هيدا العيد مقدم لكل الجو اللي عملناه لشهداء الجيش اللبناني. نعم بدي وجه تحية للواء عباس إبراهيم اللي أسر الأسير. نعم اللي خفف من الإرهاب وإن شاء الله يكفي الخطة الأمنية اللي عم نحس نحنا بلبنان وببلد أمني. وهيدا عيد ميلادي بوسي لكل الجنرالية الضباط اللي كانوا معي بالعيد. نعم. انا عزمتهم اقصد ان اوجه تحيه للواء عباس ابراهيم. نعم نعم نوجه له تحيه والله يحمي لبنان يحمي هالجيش كمان يحمي الجيش اللبناني ويحمي لبنان ويوقف التمديد ويصير في رئيس جمهوريه. مع انه انا هلا عم بعمل عيد ميلاد سوري مش عيد ميلاد عم بعمل فيلم بيحكي عن رئاسه الجمهوريه. حلو هذا الشيء حلو كمان. نعم هذا شيء جديد. نعم مثل ما أعلنوا شركة الإنتاج بيكون 18 ديسمبر الافتتاح. هو اسمه سيدة الثانية كله عن وضع لبنان وعن الحالة وعن رئاسة الجمهورية والكرسي الفارغة. ومنتمنى يصير فيه رئيس جمهورية بس على وقت. شفناك كتير بأدوار حلوة وبمسلسلات رائعة جدا وشفناك كمان بمناسبات بلجنة الحكم وكمان من ناحية كمان يعني وطني أكيد. وكمان في عبتليل عبد الحضر شي مس شوف أو شي هيك انه مش شوف هلا بتسعة او سبعة ايلول على اساس ان شاء الله اكون موجوده ما يكون في تصوير. بس انا عم بحضر انا هلا فيلم سيدة ثانية شيء كثير حلو بوعدكم بدوره مركب وكثير صعب وكثير حلو. نعم صار طغان و 100% من راديو مشاهير لبناني. بدي وجه تحيه كبيره لجوليانو شحادي اليوم الصدق. ميرسي كثير جوليانو شحادي مدير مطعم هيدا جونا شارلي كمان وشارلي السبعلي صاحب المطعم. احلى جو أحلى مطعم وأحلى قعدة وأحلى أكل. وأنا فعلا كل جمعة رح أطلع بس كون فاضية من التصوير إن شاء الله يكون راديو المشاهير أو تلفزيون المشاهير مؤثر. ميرسي على جوهري ميرسي كتير راديو المشاهير ميرسي كتير كتير اهتميتوا فينا فيديو وتصوير وما قصرتوا ميرسي كتير. هل حنشوفك بمجال تاني غير التمثيل؟ ما بتصور بحب كتير الإعلام بس ما بتصور خليني أفضل التمثيل أكثر شيء. ما ناقصك شيء ليه ما بتغني؟ إذا أغنية واحدة يعني بنعرف في ممثلين عم بيغنوا. لا أنا ما لعب التمثيل. نعم. والأداء وكل شيء كاميرا وإضاءة ودراما وسينما ومسرح ما بفكر بغير شيء. نعم خلص هالشيء بتحبي يعني. ممكن فكر بتقديم بروجرام أقدم بروجرام بس مش أكتر. يلا بلكي بنعمل شيء نحن وياك. إن شاء الله يا ربي حبيبي. حبيبة قلبي سهان ورطينا راديو مشاهير لبنان تحية لك من القلب. وعقبال المية ونشوفك نجمة ساطعة على طول رفع راس لبنان والدول العربية. ميرسي حبيب قلبي كلكم ذوق ميرسي على كل تعبكم الليلة معي. شكرا لك ميرسي صديقة عزيزة على القلب ونحن هيدا أقل شيء قلبه. على ميرسي كتير ببوسك أنا حبيبي. ميرسي حبيبي ميرسي
Happy birthday to you. Happy birthday to you. سنة حلوة حبيبي. سنة حلوة. سنة حلوة حبيبي. عيد ميلادك حبيبي بفرح الليلة. عقبالك العمر كله يا بعد عمري. من غيرك انت احس الورد يوفيلة. من غيرك انت هنا ساكن وسط بكري.
يا مهدلي نايم عمي ادفخ التفافيخ علشان عيد الميلاد اخلص ابوي اخلص هابي بيرثدي او هابي بيرثدي او هابي بيرثدي او هابي بيرثدي يا احلى عيد ميلاد في هالليله واللي احتفلنا فيش اللي نهدينا واللي احتفلنا فيش اللي نهدينا يستاهل هابي بيرثدي تجمعنا وتجمعنا يا احلى عيد ميلاد في هالليله واللي احتفلنا فيه شي اللي نهدينا ليله ليله واللي احتفلنا فيه شي اللي نهدينا يستاهل هابي بيرثدي تجمعنا وتجمعنا يلا تعال خلنا نطفي الشمعة تعالوا هذه الشموع فرحة حتى الدموع فرحة هذه الشموع فرحة هي 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 الله هابي بيرثدي يا ابن كيكة وحلوة ودسمة وفوقها رسمة وفوقها اسمة وهذه وردة وهذه بوسة هابي بيرثدي تو هابي بيرثدي يا ابن ابن الله الله علاتهم ضحكنا ورقصنا اي والله اي والله ولا شيء نقصنا ما شاء الله ما شاء الله يلا 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 ايوه اي والله ولا شيء نقصنا ما شاء الله وهاتوا الهدايا ترى حب هديه وغنوا معايا عسى ليله هنيه هيا هيا عدل عدل